هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغني عن القول أن يقال إن هذا اللقاء له ارتباط وثيق بالذي سبق، ونحن قد شرعنا في اللقاء الأول بتفسير فواتح سورة النور وأخذنا الثلاث الآيات الأول منهن، وبينا أن الله جل وعلا قال وفرضناها إشارة إلى الأحكام، وتكلم الله جل وعلا فيها عن حد الزنا. والآن ينتقل بنا القرآن إلى حد آخر وهو حد القذف. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات، وذكر أنه طلب منهم أربعة شهداء، ثم قال فإن لم يأتوا بالشهداء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الحد شرعا يسمى حد القذف. في حد الزنا كان الرجل يتلبس بالمعصية فتثبت عليه، ويثبت الزنا بواحد من ثلاث: إما باعتراف المرء بنفسه، وهذا الذي ثبت به الزنا في عهد النبوة كقصة ماعز والمرأة التي من غامد، ويثبت بشهود أربعة، وهذا لم يقع في عهد النبوة، ويثبت بأن تكون المرأة ذات حمل وليس لها زوج معروف، وهذا الثالث ليس محل اتفاق بين العلماء. هذا ما يتعلق بحد الزنا. أما الآية التي بين أيدينا فتتكلم عن حد القذف، والله جل وعلا أمر من قذف أن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يقع تلك الشهادة على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به ترتب على هذا الأمر ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن يجلد القاذف ثمانين جلدة، والأمر الثالث أن لا تقبل له شهادة أبدا، والأمر الثالث أن يعتبر فاسقا. هذه الثلاثة. ثم جاءت استثناء: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقبل أن نشرع فيها نصل هذا اللقاء باللقاء الأول، وهو قضية قلنا في اللقاء الأول الذي حررنا الآن الكلام عنه أن الزنا يثبت بواحد من ثلاث، وذكرنا اعتراف المرء. هذا الاعتراف على إطلاقه إلا بقيد واحد: في من إذا اعترف الشاعر شعرا أنه ارتكب ما يجب عليه الحد، هل يقام عليه الحد أو لا؟ وهذا الكلام ليس مرتبطا بالآية التي بين أيدينا الآن، وإنما مرتبطة بالأولى، لكن قناعة أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها، لأن الزنا والقذف يدوران في فلك واحد حول فاحشة الزنا. أكثر العلماء من أهل التحقيق على أن الشاعر إذا اعترف في شعره ما من خلاله يوجب الحد عليه لا يقام الحد عليه، لأن الله جل وعلا برأهم بقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ومما يستأنس به خبرا أن عمر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا يقال له النعمان ابن عدي، ولاه ميسان من أرض البصرة، وذات يوم خلى النعمان الوالي هذا بنفسه وكان يحب الشعر ويقوله، فطفح به الكيل وفق تعبيره، فقال يتغنى شعرا: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتلثم لعل أمير المؤمنين يسوءه
تنادمنا بالجوسق المتهدم. بلغ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قاله النعمان، فقال والله إنه ليسوءني ومن لقيه فليخبره أنني عزلته. ثم كتب له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أما بعد فلقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالعوسج المتهدم، والله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فقدم النعمان من أرض ميسان من أرض البصرة إلى المدينة، فواجهه عمر بالشعر الذي بلغه، فقال يا أمير المؤمنين يعلم الله أنني ما شربتها قط، ولكنه شيء طفح به شعري، يعني قلته قولا. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه وأنا أظن ذلك، أي أعتقد صحة قولك في أنك لم تشرب، لكنك لن تلي لي عملا لأنك تحدثت في شعرك عن الخمر. موضع الشاهد منه قال أهل العلم إن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو عمر بمكانته المعروفة لم يقم الحد عليه، رغم أن الشاعر أو هذا الوالي في شعره كان صريحا في أنه شرب الخمر. فهذا الاستثناء يخرج من قولنا أن الزاني إذا قال ذلك شعرا، أن الزاني إذا اعترف بزناه يقام عليه الحد ما لم يكن قد قاله ماذا؟ قد قاله شعرا. وثمة رواية أخرى تؤيد هذا المنحى للفرزدق مع سليمان بن عبد الملك، لكن الذي قاله الفرزدق ظاهر الفحش عظيم البذاءة، لا يمكن أن يقال في محفل كهذا. هذا تحرير قضية ما استثناء الشعراء من الاعتراف. نعود لمسألة القذف. الله جل وعلا هنا يتكلم عن ما يحفظ المجتمع المسلم، والله جعل لنا أعين وألسن، والإنسان بمقدار ستره لمعايب الناس يكون ستر الله جل وعلا لمعايبه. وقد نص أهل العلم كما قال سعيد بن المسيب وغيره أنه لا يخلو أحد من أهل الفضل مهما بلغت درجته من معايب فيه، لكن لا يحسن إشهارها للناس. على هذا يجب أن تفهم أن كثيرا ممن أعلى الله قدرهم إنما أوقعهم الله على معايب لغيرهم، فلما ستروها وقد وقعوا عليها ورأوها ولو قدرا ستر الله جل وعلا عليهم معايبهم. وكثير ممن تسلط على أخطاء الناس وعوراتهم سلط الله جل وعلا عليه، بل إنه قد لا يصل أحيانا إلى حد الفواحش، لكن حتى في النهج العلمي. فابن حزم رحمة الله تعالى عليه كان يقال إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج صنوان. فابن حزم في المحلى أجلب بخيله ورجله على الأئمة الأربعة وعلى مالك على وجه الخصوص. يقال إن السبب في إعراض الناس عن مذهب الظاهرية من حيث الجملة وكتب ابن حزم على وجه الخصوص ما جعله فيها من جلب على غيره من الأئمة، ولو كان منصفا رحمه الله مع أولئك لجعل الله له إنصافا عند الناس، وهذه سنة لله جل وعلا ماضية. وإلا لا يختلف اثنان ممن ذاقوا رحيق العلم في أن ابن حزم كان إماما عظيما جليلا، لكن غلبت عليه هذه الصفة فنجم عنها نفرة الناس عن كتبه. وهذه لله جل وعلا سنن لو تأملتها بتأودة وتريث لوجدت أمورا عظيمة وخبايا عديدة يمن الله علينا وعليك بفقها. نعود للآية. الآية التي قبلها حد الزنا، الآن حد القذف. حد الزنا حدده الله بمئة، حد القذف قال الله فاجلدوهم 80 جلدة ولا يمكن أن يغير، هذا حد شرعي. فجعل الله حد القذف 80 وجعل حد الزنا 100 جلدة. والمحصنات أي العفيفات، وليس ذكر النساء هنا المقصود منه الحصر، فقذف الرجال كقذف النساء، قذف المحصنين كقذف المحصنات، لكن لما جرت غالب القذف أنه يقال في حق النساء جعله الله جل وعلا هنا، جعلهن الله هنا مذكورين دون الرجال. فإن حاجك أحد في أن الرجال لم يذكروا فقل له أجمعت الأمة على أن الرجال داخلين، وما دامت قد أجمعت الأمة
لا سبيل إلى نقض ذلك الإجماع. ولهذا من العلم عندما تريد أن تبحث لا تبحث في مسألة أجمع الناس عليها، لا تبحث في مسألة أجمع الناس عليها، ولكن انظر في مسائل الخلاف علك تجد دليلا ترجح به قولا تختاره. أما ما اتفق الناس عليه فليس بمجال بحث أبدا. لا تجتمع أمتي على ضلالة، خاصة إذا كان الإجماع مشتهرا معروفا مقررا كإجماعهم هنا على أن القذف يقع في حق الرجل كما يقع في حق المرأة وإن لم يسمي الله الرجل، على أن بعض أهل التأويل يقول والمحصنات هنا ليس المقصود بها النساء، وإنما المحصنات من الأنفس رجالا ونساء، وهذا تخريج جيد، لكن لو فرضنا بعدم قبوله فإننا محكومون بالإجماع الذي حررناه من قبل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقد حررنا عملية الجلد من قبل. هذه الثمانون هي الحد الثاني بعد حد الجلد. الترتيب الآخر قال الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأبدا تأتي في نفي المستقبل ويقابلها في نفي الماضي قط، تقول لن أفعله أبدا وتقول عن شيء محكي ما فعلته قط، وقط أحيانا تزاد بفاء التزيين فتكتب فقط. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال ربنا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقع الإشكال بين العلماء في هذا الاستثناء، مرت 3 أحكام، أيها يرفع الاستثناء؟ يعني إذا تاب الإنسان أيها المرفوع من الاستثناء؟ قال اتفقوا على أنه لا يرفع الجلد، اتفقوا على أنه لا يرفع الجلد. لماذا؟ لأن الجلد حق لمن؟ حق للمقذوف، فإذا رفعناه ما استفاد المقذوف من توبة القاذف، ما استفاد المقذوف من توبة القاذف؟ فلو جاء رجل وقذف رجلا بالزنا فكونه يتوب بينه وبين الله لا ينتفع هذا المقذوف بشيء، لا بد من إقامة الحد. هذه واحدة. واتفقوا كذلك على أن الفسق يخرج، يعني إذا تاب لا يعد فاسقا. لكن أين وقع الإشكال؟ وقع في قول الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فإذا تاب هذا الذي قذف بعد أن أقيم الحد عليه، هل إقامتنا للحد عليه ثم توبته بعد إقامة الحد تجعلنا نقبل شهادته بعد ذلك أو لا؟ هذا المثار في الاستثناء، هل يشمله قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أو لا يشمله؟ قلنا اتفقوا على أنه يشمله في أنه يخرجه من دائرة الفسق لأنها آخر المذكورات، لكن هل يدخل فيما قبلها ولا يدخل؟ للعلماء فيها قولان، مذهب الجمهور أنه تقبل شهادته، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن شهادته لا تقبل، وجعل الاستثناء فقط مخرجا له من دائرة الفسق. قال الله جل وعلا بعدها والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. تعال في الأول وقارنها بالآخر. هذه الثانية التي للأزواج جعلها الله مخرج للأزواج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى امرأة مع رجل غير زوجته فإنه قد يصيبه شيء من الغيظ، لكن لا يصل إلى مرحلة أنه يرى زوجته، فأقل ما يقول الله يستر علينا وعليكم ويذهب، لأنه يلزم منه حتى يقام الحد أن يأتي بكم شاهد؟ 4 شهود، وقد يتعذر عليه ذلك، فيقول الرجل أخرج منها أنا، لا أستطيع أن أتي بشهود وهذا أمر لا يخصني. فهذه ظاهرة، لكن أين الحرج؟ عياذا بالله وعافانا الله وإياكم ومن يسمع ويرى. القضية قضية لو رأى الرجل رجلا مع زوجته فهو في أحد 3 أحوال، إن قتل قتل، وإن تكلم على الأول طولب 4 شهداء، وإن سكت سكت على غيظ. أعيد، إن سكت سكت على ماذا؟ على غيظ. وإن قتل قتل،
وإن تكلم الآن لم تنزل آية الملاعنة عشان تعرف الارتباط، وإن تكلم وقذف هذا الرجل وقذف زوجته طولب بأربعة شهداء مثل الأولى فيقام عليه الحد، لأنه لا يجد أربعة شهداء حتى يأتي بأربعة شهداء، فرت الزوجة وفر الرجل. هذا الأمر يضيق على الرجل، فوجد الله جل وعلا المخرج بقوله والذين يرمون أزواجهم، هذا تخصيص عن التعميم السابق، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أما إذا كان لهم شهود آخرين فالمسألة منتفية، حلت من قبل في آية القذف، لكن هذه آية الملاعنة وليست آية القذف. فجعل الله جل وعلا آية الملاعنة فك خناق عن من؟ عن الأزواج. جعل الله آية الملاعنة فك خناق عن الأزواج، لأنها لما نزلت آية القذف وطولبوا بأربعة شهداء وأنهم إذ لم يأتوا بهؤلاء الأربعة تحصل عليهم تلك الأحكام الثلاثة، ضيق ذلك على الناس. ويقال إن هلال بن أمية وفي رواية عويمر العجلاني، واختلف الناس هل هي قصة عويمر أو هي قصة هلال أو أنها قصة، اختلف الرواة في تشعب رجالها أم قصتان منعزلتان. بكل قيل، لكن ليس هذا مقام التحرير، مقام التحرير أن تعلم أن أحد الصحابة، والأظهر والعلم عند الله أنه عويمر العجلاني. هذا عويمر أرسل رجلا يقال له عاصم بن عدي من الصحابة يسأله بعد نزول آية القذف كيف يصنع الإنسان لو رأى رجلا مع امرأته. فذهب عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه التساؤل، فأغلظ عليه النبي عليه السلام في الجواب. فلما رجع عاصم إلى عويمر وسأله عويمر ما الخبر، أخبره عاصم بأنه لم يلقى خيرا من سؤاله هذا، لكن عويمر لم يصبر وكأنه يرتاب في زوجته، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك. فلما رجع وجد الذي كان يخشاه، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية المعروفة بآية الملاعنة، فيها نصرة لعويمر من حيث الإجمال، لأن الأنصار لما قال عويمر واتهم زوجته لم تنزل الآية في نفس الليلة، باتت الأنصار وهي تقول ليقامن غدا حد القذف على من؟ على عويمر، لأنهم الآن على الآية التي قبلها حد القذف. فلما نزلت هذه الآية كما قلنا فكوا خناق، قال الحق سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء من غير أنفسهم إلا أنفسهم، يعني إلا هم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. جاء بعويمر وجيء بزوجته بعد أن نزلت الآية، فأقسم عويمر قائلا أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميته بها. والخامسة وهي الموجبة قال أشهد أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميته بها. وجيء بالمرأة فقالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وأشهد بالله أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به. نقل أنها قبل أن تقول الخامسة خوفت، لأن هذه الموجبة، فتلكأت ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ومضت في يمينها. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أنس قال إن جاءت به كذا وكذا وكذا ذكر أوصافا في عويمر فقد ظلمها، وإن جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين أكحل العينين فهو لما رماها به، لأن شريك ابن سحماء الذي رماها عويمر به كانت هذه صفاته. ثم إنها وضعت، لأنها كانت ذات حمل، وضعت على الصيغة التي خوف منها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوليد شبيها بمن رماها به. فقال صلى الله عليه وسلم لولا كتاب من الله كان لكان لي معها شأن. ومعنى هذا أن الحدود إذا أقيمت والقضاء إذا تم تنتهي المسائل، والمقصود إقامة حد الله. أما إصابة عين الحق هذا ليس في
كنه البشر جميعا، إنما المقصود إقامة الحد. هذه الآية أيها الأخ المبارك تسمى آية الملاعنة. ما الذي ينجم عنها؟ ينجم عنها أنك تعلم أن الإنسان إذا طلق زوجته فإن الطلاق يقع على ثلاث صور: إما أن يقع طلاقا رجعيا، وإما أن يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، وإما أن يقع طلاقا بائن بينونة كبرى. فأما إذا طلقها طلاقا رجعيا أقل من طلقتين، طلقتين أو واحدة أقل من ثلاث، فله أن يراجعها ما دامت في العدة وهو أولى بها، وهذا لا خلاف فيه. فإن طلقها طلقة أو طلقتين وقضيت العدة ولم يراجعها بانت منه، لكن هذه البينونة يا بني تسمى بينونة صغرى، بمعنى أنه له أن يعود إليها لكن بعقد جديد ومهر جديد. الحالة الثالثة أن يطلقها ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى، فهذه قال الرب فيها: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد أن تتزوج غيره ثم يتزوجه. لماذا عرجنا على الطلاق هنا؟ لنقول لك أن الملاعنة إذا وقعت بعدها لا تحل المرأة للزوج أبدا، ولا يحل لها، ولا يمكن أن يجتمعان أن يجتمع مرة أخرى ولو تزوجت عشرات الأزواج بعده. فلهذا حررنا الكلام في الطلاق حتى يفرق ما بين قضية الطلاق ما بين قضية الملاعنة، لأنه إذا وصل الأمر بهما إلى أن يشكك أحدهما في الآخر أو ينتفي الرجل من ابنه، فإن هذا معناه قطعا أنه محال أن تعود المياه بعد ذلك إلى مجراها بينهما. هذا الذي ينجم عن آية الملاعنة. هذا الصغير الذي تم التلاعن من أجله يلحق بأمه ولا ينسب إلى أبيه، يلحق بأمه ولا ينسب إلى أبيه. بعض الفضلاء من أهل العلم يستعجل في فهم قضية اللعن والغضب، فيقول حتى بعض المعاصرين ممن يعني هم إلى الثقافة أقرب منهم إلى التأصيل، فيقولون إن الإسلام يشدد على المرأة، فالله قال هنا في حق الرجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في حق المرأة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. فقال في حق المرأة الغضب وهو السخط وهو أشد من اللعن. فهم يفهمون بادي الرأي أن المسألة تتكلم عن ميل للرجل ضد المرأة، وليس الأمر كذلك. لو تأملته كيف تتأمله؟ تتأمله دائما أعكس الأمور. كيف تعكسها؟ الآن الرجل قذف امرأته، فلو قدرنا أنه كان كاذبا ما غاية ما يمكن أن يوصف به الرجل؟ أعيد، أنتظر جوابا. لو قدرنا أن الرجل قذف امرأته وكان كاذبا ما غاية أن يوصف به؟ أنه كاذب قاذف. فما الحد في حقه؟ حد القذف، يعني موازن لحد القذف. لكن المرأة لو قدرنا أن الرجل كان صادقا فيما رماها به وكاذب في البراءة، ما غاية الأمر عنده؟ تصبح ماذا؟ ما تصبح قاذفة، تصبح زانية، تصبح زانية. واضح؟ المرأة إذا كان صادقا فيما رماها به فهي زانية، لكن هو إذا كان كاذبا فهو غاية الأمر أنه قاذف. وأيهما أعظم، القذف أم الزنا؟ الزنا. فاللعن مناسب للقذف ليس للرجل، والغضب مناسب لماذا؟ للزنا ليس للمرأة. واضح؟ فليست القضية قضية تفريق ما بين رجل وامرأة، إنما القضية الموقف أن الرجل هذا إذا كان كاذبا في دعواه فغاية الأمر أنه قذف زوجته بما ليس فيها، فهو وصل إلى مرحلة القذف، فهذا حقه اللعن. لكن المرأة إذا كانت كاذبة في دعواها البراءة فهي لا تصبح قاذفة كزوجها، لا، تصبح قطعا يقينا زانية. فإذا أصبحت زانية الزنا أشد من القذف، هذاك 100 وهذا 80، فاللعن يوافق 80 والغضب يوافق 100. فليست القضية قضية ممالأة رجل ضد امرأة، وإنما القضية قضية أن الغضب
يوافق الزنا واللعن يوافق القذف، واضح؟ وهذا أمر يحسن تحريره. من القضايا التي يتكلم عنها في هذه الآية المباركة جملة، يعني قضايا نحوية. يقول الله فاجلدوهم 80 جلدة، هذه جلدة تعرب تمييز، تعرب تمييز. لماذا تعرب تمييزا؟ لأنها تزيل الإبهام المتصل بالعدد، تزيل الإبهام المتصل بالعدد، ويسمى عند النحويين تمييز ملحوظ. والشق الآخر له ما يسمى بالتمييز الملفوظ، الشق الآخر له ما يسمى بالتمييز الملفوظ. فالتمييز الملحوظ يزيل إبهاما عدديا، يبين عددا مساحة كيلا. أما الأول، أما الثاني يدخل في باب المعاني غالبا. تقول ازدانت المدينة مدخلا، طاب محمد النفس. وهذا التمييز الملفوظ يصح فيه القلب، يصح فيه القلب. تقول طابت نفس محمد وازدان مدخل المدينة. هذه قضايا نحوية نراها يعني ضرورة في فهم كلام الله تبارك وتعالى. نعود للآيات. قلنا إن الله جل وعلا تكلم في الأولى عن حد القذف، وتكلم في الثانية عن حد الملاعنة. وقلنا إن الملاعنة إنما هي تخصيص عن حد القذف. ماذا لو قذف الوالد ولده؟ ماذا لو قذف الوالد ولده؟ هذه مسألة تتعلق بالقضية. حق الوالد على الولد شيء عظيم كأصل للمسألة. أنت ومالك لأبيك. لما ذكر البيوت قال من بيوت آبائكم، وقال إخوانكم وعماتكم وخالاتكم صديقكم، وليس في الآية ذكر بيوت الأبناء. لماذا؟ لأن هذا حق مشاع بالنسبة لك، لم يذكره الله جل وعلا، يندرج تحت بيتك. فحق الإبن شيء عظيم. فإذا قذف الوالد ولده، من الذي سيطالب بالحد؟ الولد. فهل له أن يطالب بالحد أو ليس له؟ على قولين للعلماء. من قال بأنه يطالب أخذ بعموم الآيات، أخذ بعموم الآيات. ومن قال إنه لا يطالب أخذ بالآيات الدالة على وجوب الإحسان للوالدين. ولا شك أن إقامة حد على والد بسبب ولده يعارض الإحسان. إقامة حد على والد بسبب ولده يعارض الإحسان. لكن يبقى الناس خلق، فتسمع أحيانا أو تقرأ أقوالا تتعجب كيف تقال، لكنك لا تعجب إذا علمت أن الله كتب النقص على عباده. قال بعض المالكية، قالوا إنه له أن يطالب بالحد، بحد القذف للابن، أن يطالب بحد القذف. ثم إذا أقيم الحد على الوالد يعتبر الولد عاقا، والعقوق كبيرة. فهل يعقل أن يقول قائل إن حدود الله إذا نفذت تقود إلى الكبائر؟ هذا محال. فالقول هنا لا يستقيم. تفهم من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يملي قولا أو أن يظهر رأيا أو أن يحرر مسألة، قبل أن يعرضها على الناس يعرضها على نفسه، فيدخل عليها خوارم ويحاكم نفسه بنفسه، وينصب العداء لنفسه في هذه المسألة، ويأتيها من كل شق ويرميها بكل نبل. فإن ثبتت وتحررت وبقيت أخرجها للناس، خير له من أن ترمى. والناس جبلة يصنعون هذا من غير أن يشعروا، من غير أن يشعروا يصنعونه. فقلما يركب أحدا دابة أو يأخذ قلما إلا وقد حرره أو جربه أو دربه قبل أن يأتيه. فما يقال في الأمور المحسوسة ينبغي أن يقال في الأمور العلمية. تأتي قضية أخرى في قضية القذف، وهي قضية أنه العلماء ذكروا أن العبد إذا زنى يقام عليه إذا كان بكرا الحد نصف الجلد، 100 تصبح 50. فإذا قذف العبد أحدا هل تصبح 80-40 أم لا؟ الجمهور أخذوا بالقياس، قاسوها على الأول. ونقل عن عمر بن عبد العزيز
واختاره الإمام الشنقيطي في تفسيره أن القياس هنا غير صحيح، وأنه لا يقاس حد القذف على حد الزنا. أما الزنا فلأنهم قالوا إن الله قال في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقالوا هذا قسناه على حد الزنا، أو هو نفسه أصل في حد الزنا قسنا عليه الرجال، لكن قالوا إن حد القذف غير حد الزنا. فلا يرى بعضهم، وقلنا هذا رأي عمر بن عبد العزيز، لا يرى أن حد القذف يقسم، وإنما يجلد العبد إذا وقع منه القذف 80 جلدة كما يقع على الحر. هذه مسألة تتعلق بمسألة حد القذف. نأتي لقضية الرضيع الذي الوليد الذي ينشأ من أم أو من زواج غير شرعي أو من جماع غير شرعي. هذه مسألة تكثر في كل زمان ومكان، وقد ساد أقوام اختلف فيهم، ومن أشهرهم تاريخيا تسمعون بزياد ابن أبيه. هذا زياد أحد أمراء العرب في عصر بني أمية، استعمله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جبارا فتاكا، فلما آل الأمر إلى معاوية طلبه وألحقه به، وقال إن أبا سفيان أبوه هو الذي كان سببا في ولادته من امرأة كان يأتيها في الطائف، فكان يعرف بزياد بن أبيه لأنه لا يعرف له أب، ثم عرف بزياد بن أبي سفيان. هذا زياد ولي البصرة، ولي العراق في أيام بني أمية، وهو صاحب الخطبة المشهورة بالبتراء، والبتراء بمعنى الأقطع، إن شانئك هو الأبتر. فصعد على المنبر دون أن يحمد الله أو أن يثني عليه أو أن يسلم على رسوله، وقال أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء ما عليه سفهاؤكم واشتمل عليه علماؤكم، وأخذ يهدد ويوعد ويزبد. هذه تسمى عند اللغويين، هذه الخطبة تسمى موقف لغوي كامل. ما معنى موقف لغوي كامل؟ هذا استطراد. المواقف اللغوية تكون من ثلاثة عناصر: مرسل ورسالة ومستقبل. مرسل ورسالة ومستقبل. يكون الموقف اللغوي متكاملا إذا أدت الرسالة غرضها، استطاع المرسل أن يتقن الرسالة، وصلت الرسالة إلى المرسل إليه ففهقهوها. فالرجل صعد عند قوم ذوي ثورة، ذوي تمرد على ولاتهم، لا يحسن معهم الشفقة، فالموقف اللغوي يتطلب منه أن يقدم رسالة يظهر فيها حزمه، فلهذا بدأها من غير أن يحمد الله ولا يثني عليه. ولهذا لو قست حتى في الشرع، فإن المرء منا يتقرب إلى الله في يوم العيد بالأضاحي، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأننا لو قلنا الرحمن الرحيم ما ذبحنا، ما نحرنا ما بين أيدينا من الضأن، لكن نقول بسم الله الله أكبر لمناسبة الموقف، لمناسبة الموقف. ويزعمون فيما يزعمون أن أبا عمرو بن العلاء أحد النحويين كان على دبته فمر بالسوق، سوق النخاسين، فجملة من في السوق قوم لا يفقهون من اللغة إلا اليسير، وكان قد اختلط العرب بالعجم، وهو ضليع في النحو مغرق في مسائل الألفاظ العويصة، فلما سقط من دبته اجتمع الناس عليه خوفا أن يكون قد أصابه مكروه، فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا لا أبا لكم. بالطبع لم يقم أحد، لماذا؟ لأن الموقف اللغوي هنا ناقص، لأن النحويين بعسى ولعل يفهمون مراده، فكيف يفهمها العامة؟ هو أراد أن يقول ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون، انصرفوا، هذا الذي أراد أن يقوله، لكن الناس لم ينصرفوا ولم يتحركوا عنه ولم يوسعوا له الأمر، لأنهم لم يفقهوا شيئا مما يقول. غاية ما أردت أنا بيانه وخرجت عن زياد وأتيت إلى قضية حتى هذه القصة التي بين أيدينا، عويمر العجلاني هذا، قيل إن هذا الصبي الذي حصلت فيه الملاعنة جاء في المسند بسند فيه ضعف، لكن يقبل في مسائل الأخبار أنه روي أميرا على إحدى الولايات في مصر، أن هذا
الابن رؤي في أحد الرؤية أميرا على إحدى الولايات في مصر. بعض العلماء حتى وهو يعني يفسر القرآن يعني يبدأ يلاحظ هذه القضية، فجاء عند قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هي طبعا بكتابهم، لأن الإمام ورد في اللغة معنى الكتاب، ورد في القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقال بعض الفقهاء بعض المفسرين وأظنه محمد بن كعب القرضي قال بإمام يعني بأمهاتهم، فقيل له لماذا بأمهاتهم، لماذا لا يدعون بآبائهم؟ قال حفظا على أبناء الزنا، عدم إحراج لأبناء الزنا لأنه لا يعرف لهم آباء، وإظهارا لشرف الحسن والحسين في نسبتهم إلى فاطمة لأن فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود هذه الاستحضارات يستحضرها الناس أحيانا في الكلام عن القضايا، والتفسير علم مفتوح تلتقط أوراقه منها هنا وهناك، هذا كله يدخل فيما قلته في اللقاء الأول في باب المعرفة. بقي الآن ما أراده الله من تحريك القلوب، لماذا ذكر الله القذف وأوجب فيه الحد، لماذا ذكر الله جل وعلا الملاعنة؟ نقول جملة ما حررناه في الأول لكننا نعود أقول عودا على بد، إن الإنسان كلما من الله جل وعلا عليه بحفظ لسانه من الخوض في أعراض الناس كان أقرب إلى ربه وأدنى إلى شرف المعالي، ولا يليق برجل يؤمل يوما أن يكون ذا شأن يشغل نفسه بالآخرين، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. الذين يحملون الحقد والحسد هم أكثر الناس حديثا عن الغير، لأنه يضيرهم ما يرون من نعم الله جل وعلا على غيرهم، فيدفعهم ذلك الحسد الذي في قلوبهم إلى أن ينفقوا الأخبار ويصطنعوا الأحاديث على سواهم، فينجم عن ذلك إنقاص الناس، فيسلط الله جل وعلا عليهم كما حررنا في أول اللقاء من يكشف لهم عيوبا. لكن العظيم الشأن الذي أرجو الله أن تكونوا منهم، العظيم الشأن من الرجال يترفع عن مثل هذه الأمور ولا يعبأ بها ولا ينظر، وإنك لن تغيظ عدوك بأكثر من أن تظهر عدم مبالاتك به. يقول المتنبي أفي كل يوم تحت إبط شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكره، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكره. فالإنسان إذا أراد أن يقهر عدوه لا يجد شيئا يقهر به عدوه من مثل ترفعه عن مجاراته. قد قال أبو تمام إذا جاريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. هذه جملة بعض الآداب واللفتات المعرفية والعلمية حول هذه الآيتين المباركتين من سورة النور. يمن الله جل وعلا، يسر الله جل وعلا أن نقولها ونمليها، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.